طيب من الأوان شلت الحمل كله أنا ولا اشتكى قلب العنا لا يا زمن وش حدنا انت وانا قبل الأوان قبل الأوان شلت الحمل كله أنا ولا اشتكى قلب العنا لا يا زمن وش حدنا انت وانا قبل الأوان اشقتني ظروف الزمان اتعب ولا ذوق الحنان مهما يكون ومهما كان ابقى انا قبل الأوان اشقتني ظروف الزمان اتعب ولا ذوق الحنان مهما يكون ومهما كان أبقى أنا قبل الأوان تعلمنا الكثير حتى ولو يشقى الصغير دنيا تعلمنا الكثير حتى ولو يشقى الصغير يطيح يوقف ثم يسير هذا أنا هكو طلع سيف امشي وخل نروح له الحمد لله على السلامة اخوي ها بشر شو صار ليش تأخرت شو قالوا لك الله يسلمك الحمد لله الامور طيبة هذا من بركات حضرة المحامية اللي ما اعرف كيف اشكرها تبغى تشكرني صح عيال ما خليت لي قطعة من كيكة عيد ميلادك كل عام بخير يلا خلونا نروح شو هالرفعة؟ ما أدري الظهر واحدة من البنات قالت لها البنات شو عرفهم بالكيكة؟ ما أعرف يلا امشوا خلونا نروح مشكور يا سعيد نحن وايد متعبينك ويانا
بابا حميد. منو قال لك هاي سيارته؟ أنا أقول لك اللي داخل السيارة مو بابا حميد. ما جبتني داخل السيارة؟ ها؟ لا ما شفت. يلا يلا يلا. أبويا هذو بيتها. منو ساكن وياها؟ بشكارة ظني. إيه البشكارة. تبغي تشوفها؟ إيش لا أشوفها؟ أنا شفتها مرة على كرسي متحرك. وبعدين إن شفتها شو أقول لها؟ لا تقول لها شيء يا أبويا، بس تعال وتأكد إنها عمك. إن شاء الله خير. ماما داخل؟ دق على سويا بقيه. ما يبغي شيء يعني. ماما مالي هذا. انت يودي هذا. يلا سيري.
عند الباب. انت هو عرفناك، لكن هذا اللي وراك من هو؟ انت يا الشيطان يلي مديت عروقك في الماء وخليت غيرك يشربون من الوحل. كلنا بنيتي يا شيخة. حسبي الله عليك، انا لو ما ابن مرحومه حلفني اني ما اطالب بورثه كان ما خليت عياله تحت رحمك، لكن اعرف انا شو اسوي فيك. انت ما تبونين على حد ولا لتشلم عده. أبوي الله يرحمه كان متبري منك من سنين. اتخسي وتعقب، أنا كان المرحوم يزورني لين ما مات ويعرفني أني أنا على حق، وما رضيت على اللي سويتوه في راشد. راشد سار من الدنيا وهو مظلوم، ضيقتوا عليه، عيفتوه حياته، خليتوه يهج. راشد راح من الدنيا مظلوم، وانا ما بعيالي ينضربون شرواته. بكفر عن حلفتي وبخبرهم عشان ياخذون حقهم. من وين ياخذون حقوقهم يا شيخ؟ منا يا ابوي، ياخذون حقوقهم منا. تخسين وتهبين انت وياها. انا مع الحق يا ابوي، مو بنت اللي خلتني ادرس قانون؟ مو بنت اللي علمتني اني اخذ الحق حتى لو على حساب نفسي؟ وأنا اللي قاعدة أشوفه إنهم أصحاب الحق ولازم ياخذونه. عن أي حق تتكلمين؟ الفلوس هذه أنا تعبت فيها من عرقي وشقاي، تبغين أوزعها يمين ويسار الحين؟ يا نيتي صدق أبويا، أنا اللي أبغي أفهمه أنت شو تسوين هني؟ يا أشوفكم، كنت متأكدة أنكم بتجون هني. طيب براح براح أقول لك، أنتم ما من حقك تروحها من بيتي. أنتوا تظهروا خالي وقيد داخلة، ظهروا أجاب ظهروا لا بارك الله فيكم. إن شاء الله نحن لكم. والله لعبديها الصحي مريم، بس ما قلتي لي كم النسبة اللي بتاخذينها من النصيب اللي بيحصلونه. الله يسهل. نعم. خير، منو انت؟ نعرفك تعرفنا؟ انا راعي البيت. نعم انت راعي البيت؟ هي نعم، والعيوز اللي فيه شيخة بنت راشد عمة ابويا وانا مسؤول عنها. شيخة عمة ابوك؟ يعني انت واحد من عيال راشد بن سيف؟ انا سيف ولد الاكبر. بعدين شو سالفتكم رايحين جايين على بيت العيوز؟ شو تبغون منها؟ لا سلامتك، نحن نعرفها من زمان وجايين نسلم عليها. يلا يسهل. تعرفونها من زمان وتسلمون عليها ولا تبغون شيء منها؟ اقول لك بترمس عدل ولا لا؟ نحن ما ضربناك ولا قلنا شيء، وانا اقول روح نطب سر داخل. خلاص يسهل، اذا شفتنا جايين بيتكم مره ثانيه سوي اللي في راسك. يلا يسهل. زعلان على الكيك؟ لا على الكيك ولا غيره. بعدين شو سالفة هالمحبة الزايدة اللي يدوه؟ انتي واخوك سهيل، واعتقد هذا ابوك. هي صح، هذا ابوي. وش السالفة؟ بخبرك، بس خلينا نقعد في مكان وبفهم كل شيء.
تاري راشد عند ريال سبع وقايم بالواجب. هذا اللي قلت لك عني يا ابوي، هذا اللي مريم توعده وتشوفه. توعده؟ شي تعرف انه ولد عمها؟ ما ادري ما ظني، بس تعرف لو عرفت شو بيستوي ابوي؟ اكيد تعرف وامك خبرتها، ولا شو اللي خليها متعلقه فيها الكثر؟ صدق ما فكرت في هالموضوع. الموضوع انكشف يا سهيل، لازم نشوف اختك هذه وين بتودينا. شو وين بتودينا يعني؟ وين بتودينا؟ تباني اكسر راسه؟ وانت كل اللي بتكسر روس الناس. اسكت بس اسكت، تسوينا فضايح ويا اختك، ناقصين نحن. سوق سوق سوق. اليهال ما يعرفوا، اليهال اصلا من شافوا سيارته عرفوا انه مو بهني. انا ما اعرف شو اسوي، ما اعرف وين اطق براسي. البيت يبون يطلعوني منه، ما اعرف ادبر امري. هذا بعد خذ كل فلوسي وراح. أنا أعطيته من نفسي. شو أسوي؟ زين قومي قومي غسل وجهك وصير خير. قومي أبي أقوم. يلا يا طبيعي قومي عشان خاطري. قومي قومي. من بعد عند الباب. خلت انتي، أنا بصير أشوف. خلت منو؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أنا المستأجر الجديد، بغيت أعرف متى بتطلعون من البيت عشان أضبط أموري. منو قال لك نحن بنطلع من البيت؟ راع الحلال بنفسه وقع معاي العقد واستلم مني مقدم 3 شهور. نحن ما عندنا خبر. سير خبر خليه يتفاهم ويانا ويطرش حد من صوبه. لا حول الله، ليش يحرجنا مع الناس؟ لأجل الفلوس إن شاء الله. سامحوني. مسموح. السلام عليكم حج مبارك. عليكم السلام ورحمة الله على أخوي. الله يبارك فيك. الله يخليك. آمر. ما يمر عليك عدو الجماعة ما يبون يطلعون من البيت. أها. وقالوا لي خرع الحلال يكلمنا. إيه. وراع الحلال مكلمني إذا في أي مشكلة أرجع إلى حج مبارك. تفضل حلها يا حج مبارك. إن شاء الله إن شاء الله. فالك طيب. متى بترد علي؟ الله أعطني يومين كذا وإن شاء الله برد عليك. يومين؟ إيه. يومين يومين، توكل على الله. ولكن لا تكثر علي. لا لا إن شاء الله ما بكثر. إذا كثرت أنا بفسخ العقد وباخذ فلوسي. لا لا تفسخ العقد ولا شيء. يومين إن شاء الله بيكون عندك الخبر والجماعة بيطلعوا. إن شاء الله. طيب. إن شاء الله. تأمر شيء ثاني؟ جزاك الله خير. حياك الله. توكل على الله. يا مرحب. مع السلامة. حياك، مع السلامة. أسمع، شو موقفنك عند الباب؟ زين الحين لو ضربت الباب في وجهك وكسر لك خشمك؟ مالك شغل في وجهي،
بس اسمع سالفة مسودة الوي اللي ما تبغي تطلع من البيت ساكنتنا وحاكمتنا كأن بيت أبوها. الحرمة معذورة يا أسماء ولازم نعطيها وقت لين تدبر نفسها وين تبينها تصير هي وعيالها. وايد تحاتي عيالها، ليش ما تصير تسكن بيت ريلها؟ ليش مكلبة في هذا البيت ما تبغي تهده؟ ليش ما تبغي تبعد عن الفريج؟ شو عندها في هذا المكان؟ ريلها قص عليها وخذ فلوسها وصك البيت وسافر. شو؟ وين سافر؟ أحد يدري، لا هي تعرف ولا غيرها يعرف، والمسكينة متورطة مو بعارفة شو تسوي. أشوف كل أخبارها عندك، الصغيرة قبل الكبيرة. وأنا شو دراني؟ هي الليل حين تراكض وراها وتتقص أخبارها. يا حرمة قلنا لك عندها عيال صغار بعدهم، حرام نعقهم في الشارع، الله ما يرضى. قلبك حنون عليها، من يت هني وانت قايم بواجبها، اجريت لها البيت باسمك ودخلت عيالها المدارس وسلفتها بيزات وزوجتها من ولد اختك وكوها سافر وهدها وبترد حليمه العادته القديمه. اسمع انا اقول لو نضيفهم هني كم من يوم عندنا الين يدبرون اعمارهم يكون احسن. شو اضيفها عندي؟ انا اضيف وحده مثل هذه؟ يا حرمه على الاقل ناخذ ثواب فيها وفي عيالها. يخسون هذيلا ما وراهم ثواب، هذيلا ما وراهم الا الاذيه، واذا الثواب من وراهم ما ابغيه. انا ما صدقت ابتك منهم، الحين تقول لي اخليهم عندي في البيت؟ اتحملتي طاريها قدامي. اسمعيني عاد، انا سامان ديقه في هذا البيت، مالي كلمه مالي قيمه مالي قدر عندك؟ ما روم اتصرف في حلالي؟ اتصرف في حلالك، ما حد ميودنك. اجره بيعه، لكن تجيب ضبيو وعيالها لا، والله ما تلوم الا نفسك. اذا هي دشه انا ظاهره. وكيف عمو الشيخه تخبرك كل هالكلام وما تخبرنا؟ ليش تخلينا نعاني الم اليتم الوحده والاحساس بالغربه وانا مالنا حد، لا اهل لا قريب ولا من بعيد، مالنا سند، احساسنا بنا بروحنا معزولين خايفين، كأن العالم كله تخلى عنا وانتم موجودين قريبين منا، نشوفكم نقعد وياكم نتكلم وياكم ولا نعرف شيء ولا نعرف انكم اهل. ليش نحن شو مسوين؟ انا اسف يا سيف. اسف بعد هذا كله؟ اسف انا شرعتك يا سيف، في تفاصيل انا ما اعرفها، بس اهم شيء ان عمي راشد الله يرحمه محلف عمو الشيخ انا ما تخبركم شيء ولا تقول لكم ان عندكم اهل عشان ما تروحون تطالبون بحقوقكم. وليش؟ ليش؟ ما يباكم تنذلون ولا تنزل روسكم حق حد، هذا اللي كان يبغى الله يرحمه. يعني اذا هو ما طالب بحقوقه نحن نسوي مثله؟ ييك راي؟ انتوا لازم تقعدون مع عمو الشيخ وتعرفون منها كل شيء عشان تطالبون بحقوقكم، وانا بوقف معاك انا وياك يا سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت ليه الحين ما قليتي البطاط؟ على متى بتقلين البرجر؟ الحين انت شوفك مستعجل، اصبر شوي. لاني جوعان وبعد البارحه ما تعشيت. زين الحين بيجي هسه ما يطول. اقول لك شيء، انت قلي البرجر وانا بقطع البطاط. زين يب. لا تقطعهم كبار. اي عارف عارف. ميتة حسن يا
لك يا امي، بس انا اقول لو تقوم تغير ثيابك وتروح تجابل ابوك في المكتب احسن لك من هالقعده. ما بشتغل يا امي، انا ما اقدر اشتغل الا الشغل اللي انا احبه، وانا مهندس بترول، شغلي كله في الفيلد، ما احب قعده المكاتب هذه، مو لي. لا مو بهالسبب، قول انك متزعل ويا عمك وخلاص. ما ادري ليش مو بقادر اتكيف وياهم، ما ادري ليش هم خايفانين مني. هاي قعدتك في البيت ومجابلتها التلفزيون احسن لك، وسنين عمرك وشبابك اللي ضيعتهم في الدراسه والغربه. انا قلتك، بس انا مقدم في اكثر من مكان، وشهادتي وخبرتي هذه مطلوبات، وان شاء الله احصل شغل بسرعة وقت. بس انت ادعي لي يا امي. ان شاء الله يا امي، الله يوفقك ان شاء الله. حقا ساكتين، منو اللي مات؟ يلا بسرعة قولوا، ما يحتاج تحرقون أعصابنا، يلا قولوا. ما حد مات يا حسن. عيل ليش مسوي لنا اجتماع؟ اللي بقوله لكم ما أدري بيفرحكم ولا يزعلكم، بس لازم أقوله. لا 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 تخافين، ما في شيء يزعلنا ولا شيء يفرحنا، إلا إذا كان كل استوانا حل. أنا بنت عمكم. أوكي؟ أنا الحين بنت عمكم. أدري إنكم ما بتصدقون، أو يمكن تتحروني قاعدة أمزح، بس أنا فعلاً بنت عمكم عبد الله بن سيف بن راشد. أخو راشد بن سيف بن راشد، أبوكم المرحوم. أبوي وعمي ناصر إخوان من نفس الأم. أبوكم هو أخوهم من الأب، يعني إحنا فعلاً عيال عم. من وين طلعوا لنا عمين؟ من وين؟ وين كانوا مخشين طول هالمدة؟ ها؟ وين كانوا مخشين؟ هذه قصة طويلة يا حسن. عمين مرة واحدة يا بختنا بهالعمين. الحين صار عندنا عمين، يوم عمو شيخة سجلت البيت باسمنا. وينهم يوم توفوا أمي وأبوي؟ مو هم اليوم بيت عمو شيخة ويطالبونا بنصيبهم؟ وينهم يوم كنا محتاجينهم؟ يقولون ما سمعوا عن الحادث، ما قروا بالجرايد، ما حد خبرهم الحادث اللي صار هز الديرة كلها. يوم احنا الثلاثة يتم، وين كانوا؟ ما نبغي نعرف عنهم، ما نبغي نعرف عنهم. أنا مقدرة مشاعرهم، يمكن هم صادقين في كل كلمة قالوها، بس بطلب منك طلب، أرجوك خذهم وروحوا حق عمو شيخ، وهناك بتعرفون كل شيء.
شو تبغاني اسوي؟ قلت لك اكثر من مره اعطهم فلوسهم، اعطهم حلالهم، انت مو براضي. كيف تعطيهم يعني؟ وباي صفه؟ وبعدين انت تتحرى يعني لو اعطيتهم كم ربيه بيرضون؟ ابوي هذيل عايشين طول عمرهم يعانين، والحين اذا عرفوا ان عندهم ورث والله لا ينهشون لحمنا حتى. احنا لو متفاهمين وياه من قبل كان اهون، على الاقل اخونا يمون علينا ونمون عليه. بس هذا العيال احنا لا نعرفهم ولا يعرفونا، خاف باكر حتى ينتقمون منه. انا السالفه هذه اعرفها، انا مو بجايب منك اسمع هالسوالف هذه، ابغيك تشور علي شو نسوي قبل لا تكبر المصيبه. المساله بتكبر وتكبر وايد يا عبد الله، كل منك انت ما تبغى تسمع كلام حد، تبغى تمشي اللي في راسك بس، ابي ابس راسك. انا يا ناصر. هي نعم انت ولدي اللي هو ولدي جالس في البيت بسبتك انت. انا اظن اني ما عرفت انك مدخل ربعك عشان يوقفون في طريقه. تناني يا عبد الله وما تحب غير نفسك وبس. تعال تعال، وين ساير؟ حلوة شو يا عيب؟ ها سندويتش لحم حق سيف. تسلم. وها سندويتش فلافل حق ميتة. شكرا. وها سندويتشين حقي. ما شاء الله ماخذ لك سندويتشين؟ ايه انا ما شبع بسندويتش واحد. انت لانك كله يوعان، وبعدين لانك ما تقول الحمد لله عشان شي تيوع، قول الحمد لله. بسألكم شو رايكم في كلام العيوز؟ صراحة أنا وايد زعلت على أبوي، يعني وايد تحمل الضيم وبعدين ما رضى حتى يدوس على كرامته عشان إخوانه. أصلاً أبوك ما عرف كيف يتصرف. شاب عمو قالت لي كلمة ما بنساها لين ما أموت، قالت لي لا تتنازلون عن حكم يا عيال راشد، لا تتنازلون عن حكم يا عيال راشد. الحين شو تبين تسوين؟ خلي الريال يتنازل عن القضية. حتى لو تنازل القضية فيها حق عام. أنا ما أبي روضة بنتي تعرف إن أبوها مسجون، أخاف يحكمونه بسنوات أطول. شذي بنتي بتعاني. سلطان إنسان طيب، أنا ما أدري شو اللي غيره علي، لكن إذا عرفت إن أبوها مسجون والناس إذا عرفت بنتي ما بتقدر تطلع من عتبة الباب. أعرف وأنا مقدرة مشاعرك. عيد أرجوش ساعدينا عشان خاطر بنتنا. يستوي يطلع بكفالة؟ خلهم يطلعون بكفالة، أنا بدفعها. هلا سيف، مشغول؟ تعتقدين سلطان بيتغير؟ إن شاء الله يتغير وياخذ درس من اللي صار. يلا. جلسنا معاها. واخوانك تقبلوا الموضوع؟
شو بيسوون؟ ما يقدرون يغيرون شيء، لازم يتقبلون. زين. بس يبون يطالبون بحقوقهم. حياك حياك يا سهيل. حياك. زمان ما شفناك، استريح. ايش حالكم؟ تمام. خير الحمد لله. غريبة، من زمان ما سويتولي وكلمتوني عن السبار مالكم. ولا خلاص نسيتوه؟ انت تعبت خبرك. شو موضوعك كل مرة تتمسخرنا وتروح؟ شو فيك يا مروان؟ شوي على الرجال يا اخي. ذبحنا، احترمناه مرة مرتين ثلاث، لكن هذا مو بوي حشيمة. لازم، لأنك ما عشت اللي أنا عشته، ولا مريت في المواقف اللي أنا مريت فيها. دورناه أنا وطالب كم مرة، ولفينا البلاد بقعة بقعة، وما حصلنا. شو تبغانا نسوي أكثر؟ يا مروان ترى قسيت على الرجال وايد. أيوة اللي زين. اشتكى قلب العنا، لا يا زمن وش حدنا انت وانا قبل الاوان. قبل الاوان شلت الحمل كله انا، ولا اشتكى قلب العنا، لا يا زمن وش حدنا انت وانا قبل الاوان. أتعب ولا ذوق الحنان، مهما يكون ومهما كان أبقى أنا قبل الأوان. أشقتني ظروف الزمان، أتعب ولا ذوق الحنان، مهما يكون ومهما كان أبقى أنا. اصبر ترى ربي يشوف.